Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sabu and I'm back with another reaction. Today's video is a Quran recitation by Rad Muhammad al-Kurdi. So stay tuned, we'll be getting into that video in just a couple of minutes. Alright guys, thank you very much for coming back. Let's get into the video. So it's an emotional Quran recitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Oh, mashallah, beautiful recitation. The brother has a good voice. It hits you hard. It's pretty, you know, gets you emotional. So, alhamdulillah, beautiful. I love his recitation and wanted to share it with you guys too. If you have any videos that you'd like me to react to, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for coming here, watching these videos, supporting me, showing your love, commenting, liking, subscribing. Thank you very much. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself. Stay safe with your friends and your family. And inshallah, I'll see you in the next video. Assalamu alaikum.